تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. خلوني فسر. اعطوني صبر. بعرف اتأخرت. بعرف صار لي تقريبا اسبوع مش منزلة فيديو. بس والله انا هالفترة كتير مشغولة عن جد. بنحكي جد هلا. اوكي. انا كتير مشغولة بالدراسة. كوز هي اخر شهر. بعد شهر ان شاء الله تقريبا بتخلص المدارس عنا. سو لهيك انا مشغولة. فاذا تأخرت عليكم بالفيديوهات معناتها هالسبب. مش كثير بحبكم عن جد. بس حبيت فسر لكم اذا يعني طولت مثلا كذا يوم ما نزلت فيديو فلهذا السبب. كمان شغلة تانية اذا انتم جداد بالقناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة مشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. ليكو لكون معكم صريحة. اليوم الفيديو انا كتير متحمسة له لانه انا كتير حابة احكي عن هذا الموضوع. لانه نحن بالبيت اللي عايشة فيه انا في جيلين. جيل الطيبين انا مسكينة. وجيل الايباد. جيل الطيبين وغالبا بيكون جيل التسعينات نهاية الثمانينات ممكن بس هو غالبا التسعينات. وجيل الايباد سبونج بوب اللي هو الالفينات وانتو طالعين يعني. هلا بالنسبة لافلام الكرتون عنا جيلنا نحن المسكين كان عنا توم وجيري يطلع كل ليلة نستنى لاخر الليل مشان نشوفه وبعدها تتسكر القناة. طبعا شو يعني تتسكر القناة؟ يعني القناة تنقفل ما كان في 24 ساعة افلام كرتون. يعني قناة الكرتون او اي قناة كنا نشوف فيها توم وجيري كانت تتسكر خلص تنقفل ما في برامج ما في كرتون. بالنسبة لكم بعرف صدمة بس كان يصير هذا الشيء فينا. Yeah. بس على فكرة جيل الايباد ما تفكروا انه خلص انه نحن ما عندنا غير توم وجيري. لا استنوا عنا هزيم الرعد، عنا دراغون بول اللي بكرهه كان كل بنت على وجه الارض بتكره دراغون بول. عنا مثلا سر دمعتي كانوا سالي وريمي. خلصوا دموعي منهم عن جد. خلصوا دموعي. ايميلي ابدا ما فهمتها. شو كمان؟ في كان جاسوسات. بتتذكروا لما طلعت الجاسوسات عن جد حسيت حالي خلص قمة التطور انه مستحيل يتطور عالم الكرتون اكتر. بقى خلص جاسوسات اكتر شيء. لا معكم حق بينعدوا على الاصابع بس ولو يعني كنا مبسوطين فيهم وكنا نستناهم وكانوا يطلعوا بتوقيت معين. في 6:10 على قناتكم قناة سبيس تون. قناة شباب المستقبل. ولو سبيس تون شباب المستقبل بتنطريهم اسبوع ليشوفوا الحلقة الجديدة. وهلا اولاد اليوم كل يوم حلقة جديدة. لا واللي بيقهر اكتر هلا بتلاقوا 600,000 كرتون والولد بياخد من وقته ساعتين ليقرر اي واحد يشوفه. كنا نشوف كونان كان بالنسبة لنا حلم الطفولة. وكانت سبيس تون تعيد الحلقة 5 مرات وكل مرة نعمل حالنا شايفينها جديد ونتفاجأ هذا هو القاتل. معقول؟ والله ما كان مبين عليه ونحن شايفينه قبل عم نكذب على رفيقنا اللي قاعد معنا وهو شايفه قبل وعم بيكذب علينا وهيك. هلا هي الشغله بالذات ما بعرف اذا لساتها موجوده بالعالم العربي بس كان قبل كان في شيء اسمه املاء. سو كانت يا حرام ماما تسهر طول الليل تعلمني كيف بدي اكتب الكلمات صح. هذا الشيء ليش عم بسال اذا موجود او لا؟ لانه ما عم شوفه بصراحه. هلا اذا بتحط لك واحد من هدول جيل الايباد ليكتب لك كلمه على ورق بدون ايباده ما بيقدر. بيكتب لك شكرا نون بالنهايه. ليش انا حقول لك كله من التصحيح الالكتروني لانه هو معتمد اعتماد كلي على التصحيح الالكتروني الموجود بالايباد. لهيك سميناهم جيل الايباد. والا ليش نحن ما عنا عداوه معكم بس انا بقول لكم شو نحن شوي بنحسدكم لانه عندكم كثير قصص ما كانت موجوده عندنا. يا حرام. قبل كانت العابنا عفويه طفوليه مرحه بسيطه. بتذكر كنت اركض ورا ماما اقول لها ماما بعدين تلف علي امي وتقلي نور حلي عني وانا طبعا بدي اعمل لف وبمشي صم بكم عم ما بحكي شيء. جوه الشخصيه. ليش انا ما كنت افرض شخصيتي هيك وما كنت صغيره؟ ليش انا كنت مهمشه بالبيت؟ ليش نحن جيل الطيبين كنا مهمشين؟ حرام كانوا ينيمونا غصب ياكلونا غصب يلعبونا غصب. وانتم هلا اذا وحده بتناديكم عم بلعب. والله شو؟ لكن انا شو؟ بس على فكره كنا كمان متطورين. يعني كان في عنا العاب الكترونيه. ايه كان في لعبه اسمها ماريو. طبعا بعرف الاسم غريب عليكم بس كان هي يمكن ماريو. يا ماريو هي اللعبه الخالده. يعني خليني احكي لكم قصه صارت معي لما كنت عم بلعب ماريو ليش كرهت انا للعبه لانه هلا انا بكرهها. ايه يوم من الايام كنت عم بلعب ماريو ويا ريت ما لعبتها مع بنت خالتي ومين فاز؟ انا ويا ريت ما فزت. المهم اني فزت. خالتي بنت خالتي شو عملت؟ شالت الجهاز شلفته على الارض صار مستين. راحت لمين؟ لخالتي. شو قالت له؟ نور كسرته. طبعا خالتي مين بدها تصدق؟ اكيد بنتها. ليش يا خالتي ليش؟ المهم ولمين بدها تجي؟ لامي. شو بدها تقول لها؟ نور كسرت جهاز بنتي. طبعا ماما شو بدها تعمل هون؟
تركت لمخيلتكم انتم. سنعود بعد قليل. عدنا. اما هلا الالعاب 90% او 95% منها الكترونيه، هي مش منتهين منها. وعلى فكره بطل في حرب برشلونيه رياليه، صار في حرب بلاي ستيشنيه اكس بوكسيه. يعني يجي يجيب لك اكس بوكس 3 بيجي رفيقه بيقول له عندي اكس بوكس 2، بيقول له ايه عندك 2؟ انا 3. بينزل 4، انا 4، انا 5. وخد لك بهال، شفت الحال، حدا بيشوف حاله على حدا، ومين اللي اكل هوا، مين اللي اكل على هالليله كلها، والمصاري اللي عم بيحط مين؟ الاهل. الله يهين، الله يهين. بس وصلنا لنقطه حلوه اللي هي الانترنت. قبل فكرتنا عن الانترنت كتير بسيطه، عن جد كتير بسيطه. كان في ياهو هوتميل، ياهو هوتميل. هدول بعرف انتم جيل الايباد مش سامعين فيهم، بس اذا انت من جيل الطيبين بتعرفون. وكنا اذا بدي اضيف رفيقتي قلت لكم لازم اخذ ايميله وروح ضيفه، واول شيء بدي اعمله لما ضيفه اقرا الجمله اللي حاطتها هيك، شو كاتبه هي، وهل جملتها احلى من جملتي، وهل صورتها احلى من صورتي. شغله ثانيه انه اذا بدك تفتح انترنت لازم تروح على كوفي نت، هو محل فيه كمبيوترات حد بعضهم، بدك تدفع مبلغ مادي كل مقابل كل ساعه بدك تعدها على الانترنت. على ايامي كانت 25 ليره بتذكر، هلا هو بيعتمد على ديكور المحل، بس بتذكر 25 ليره سوري كنت ادفع بالساعه، وكانت كتير وقتها كتير يعني. اما هلا بتلاقي الولد عمره 5 سنين وعنده ايباد. شفتوا ليش سميناهم جيل الايباد؟ ايه يعني قبل كان لنا هيبه نحن بالبيت، كانت ماما لما بدها شيء بحسي لي يا نور عن هذا الدواء على الانترنت، يا نور شوفي لي هذا على الانترنت، كان لي هيبه لي دور. هلا ماما بتقلي نور اعملي لي هيك، بتلف بنين لعندها بتقلها شو بدك فيها، تعي تعي انا بعلمك انت اعملي لحالك. وين الهيبة؟ وين الاحتياج لنور؟ انا بدي احس انه انت محتاجتني، ما في. حياتي لجيل الطيبين وجيل الايباد وكل الاجيال. بس عن جد حبيت احكي لكم عن الفروقات اللي شفتها من نظري. تذكروها؟ تذكرتوها معي؟ اذا تذكرتوها حطوا لهذا الفيديو لايك. اذا بدكم اعمل جزء ثاني لهذا الفيديو او شيء مثله، خلونا نوصل هذا الفيديو ل 111 الف لايك و111، يعني 6 وحدات حد بعضهم. فيلا هذا التحدي لكم، بأقرب وقت حطوا لايك، يا بدي انبسط، بدي اشوف لايكات تبعكم. شو كمان؟ استنوا فيديوهات عن جد جديده بتجنن جاي بالطريق، عن جد بتجنن. قلت لكم اشتركوا لا تنسوا، انا نور بحبكم، خيرات الله، وبشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله.